السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحكي عن التايم سيتنج الخاصة بالـ XT2500 كنترولر AC. هلأ لتغيير إعدادات الوقت الكنترولر راح أروح على Device Maintenance، وبعد هيك راح أروح على Time Synchronization. هلا عنا حالتين، ممكن احط الوقت الكنترولر انه يكون بشكل اوتوماتيكي وممكن مانيوال اغيره. بالنسبة للطريقة الاولى راح اختار التايم زون الخاصة بالكنترولر. احنا مثلا موجودين بالكويت، فراح اختار اللي هو GMT+3 اللي هي بغداد او الكويت او الرياض. وبعد هيك ماستر تايم سيرفر راح اختار. في عنا احنا من ممكن نشوف اكتر من تايم سيرفر، لو دورنا بجوجل مثلا ممكن احط التايم سيرفر الرئيسي والسكندري تايم سيرفر اللي ياخد منهم الكنترولر الوقت الصحيح، الوقت والتاريخ. في الطريقة التانية لو الكنترولر مثلا مو شايف انترنت حاليا، Local Computer Time اللي هو الكمبيوتر اللي أنا داخل منه على الكنترولر، هذا الوقت تبع جهاز الكمبيوتر اللي احنا شايفينه هون طالع بالكنترولر. ممكن لو كان الكنترولر له وقت مختلف، ممكن أنا أكبس على Synchronize Time فالكنترولر راح ياخد التاريخ والوقت تبع جهازي. هاي الطريقة ممكن نستخدمها في حالة الكنترولر في الوقت الحالي اللي أنا بعمل فيه الإعدادات مو شايف إنترنت. فطبعاً لو الكنترولر مو شايف إنترنت طبعاً ما حيقدر يحاكي السيرفر اللي هو الأساسي البرايمري أو السكندري وياخد منهم الوقت الصحيح.